ما الفرق بين الفراسة والكهانة والعرافة؟ الفرق واضح، الكهانة والعرافة من عمل الشيطان، والفراسة هذه من الله جل وعلا يجعلها في بعض الناس. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل تقول إن القافة اللي يعرفون الأثر والشبه تقول إنهم من الكهان؟ لا، هذه فراسة. نعم.